السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبلش بالتكملة لمحاضرة أساسيات نظام التشغيل الويندوز. تعلمنا ذيش المحاضرة شلون نبدي نكون مجلدات وفايلات، وتعلمنا واستكشفنا سطح المكتب وتفاصيله. اليوم راح نجي إلى فقرة مهمة جدا، اللي هي فقرة الوقت والتاريخ. على جهة اليمين لاحظ وجود الوقت الحالي والتاريخ الحالي. في بعض الأحيان يكون الوقت والتاريخ ما مضبوط، فشون نقدر نعدله؟ بكل سهولة نروح على الوقت والتاريخ ونضغط كليك عليه، راح يطلع لنا هنا التاريخ والوقت. حتى نعدل عليه ممكن نضغط Change Date and Time Settings، راح تظهر لي هذه النافذة. شوفوا اخوان، ممكن انت من change date and time تجي هنا تغير الوقت والتاريخ، بس هذا ما ننصح به، لان هذا راح يكون تغيير يدوي. احنا ما نريد التغيير يدوي، احنا نريد التغيير دائمي واوتوماتيك، بحيث يعطيني الوقت مضبوط حسب التوقيت العالمي. فاللي راح نسوي شنو، نختار هنا change time zone. من اختار change time zone هنا ينطيني، يقول لي انت بيا مكان بالعالم، فاني مختار بغداد زائد 3، يعني فرق 3 ساعات عن غرينتش. احنا سابقين غرينتش بثلاث ساعات، فلذلك كاتبين زائد 3. اوكي، او اذا كنت باسطنبول نفس التوقيت وهكذا، فنختار بغداد ونضغط اوكي. في حال اختاريت بغداد وضغطت اوكي، وهنا طلع لك الوقت بخطأ او التاريخ بخطأ، ذاك الوقت من ذا change date and time تجي تغير بعد انت من هنا، خلي عاد ساعة او تكثر او تقلل او الدقائق او الثواني، ومنها تختار التاريخ. في حال انه انت اختاريت الزون المضبوط اللي هو بغداد زائد 3 وطلع لك الوقت خطأ، اوكي. اما اذا طلع صحيح فما عندك اي مشكلة، تضغط اوكي وانتهى الموضوع. هذا بالنسبة للديت اند تايم. طيب نجي هنا على الستارت. شرحنا احنا الستارت وتفاصيلها، وقلنا هنا أنا ممكن نبحث عن ملف او برنامج معين، من all programs نطب الى كل البرامج اللي موجودة عندي. هذه هي قائمة اكثر البرامج استخداما. اوكي، نجي هنا أنا عندي في شيء كلش مهم اللي هو الكنترول بانل او لوحة التحكم. نجي على لوحة التحكم. بلوحة التحكم يا اخوان، هذا المكان ممكن من خلاله اتحكم بكل شيء موجود بنظام التشغيل. اوكي، ممكن انت لوحة التحكم ما تطلع لك بهذا الشكل. شوفوا هنا View by، العرض بواسطة Large Icons، أو ممكن Category عندك طالعة بهالشكل هذا، أو ممكن مختارين Small Icons بهذا الشكل، فحسب اللي أنت مختاره. فمثلا خلينا نقول على Category. أوكي، طبعا في حال أنه أنت عندك برنامج تريد تنصبه، كمثال خلي اشوف لكم اذا عندي في البرنامج معين. مثلا الاوفيس، لاحظوا تلقون دائما فشي اسمه سيت اب، سيت اب، او مرات تلقون فشي اسمه انستول، سيت اب وانستول. هذني العبارتين هي العبارات اللي راح من خلالها نقدر ننصب البرنامج، ودائما هذه العبارتين يكون نوعها، تذكرون بالوورد قلنا DOCX، باوربوينت PPTX، والاكسل XLSX. هنا هذا النوع اللي يمكنني من تنصيب البرامج دائما امتداده هو .exe. دائما ملفات التنصيب يكون نوعها او امتدادها .exe. تضغط عليها دبل كليك، تطلع لك صندوق حوار
دخل فلان شي، دخل اسمك وراها نيكست 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 الى ان تنتهي وتقول له فينش. راح يتنصب عندك البرنامج وتختار مكان التنصيب. هاي التفاصيل الخاصة بالتنصيب، ما اريد ندخل بتفاصيل. اتنصب البرنامج، وين القى البرنامج اللي يتنصب؟ مدى احكي وين ما اكيد راح تلقاه بالستارت اول بروجرامز، تلقى البرنامج هنا منصب. لكن كمجموعة برامج متنصبة على النظام شلون اوصل لها؟ شوفوا هنا اكو شيء اسمه بروجرامز، نضغط عليه. اكو هنا بروجرامز اند فيتشرز، اكو ان انستل بروجرام، او ممكن مباشرة وانت هنا تقول له ان انستل بروجرام. هاي البرامج المنصبة عندي فوق ايش قد؟ اوكي، مثلا انا عندي هذا سيسكو تراكت تريسر اريد امسحها، اوكي اضغط عليه واروح لي فوق اختاره، يعني من انا اختاريته اروح لي فوق اختار ان انستول، هذا العبارة ان انستول حتى يشيل لي هذا البرنامج، ما اريده يتنصب، اريد الغي تنصيبه. ان انستول يقول لي are you sure you want to completely remove Cisco packet tracer and all of its components، وكل ملحقاته؟ اقول له yes. راح يبدي يحمل. هاي هي عملية مو تحميل، هاي عملية مسح للملفات الخاصة بهذا البرنامج. يقول لي هذا البرنامج was successfully removed from your computer، هذا البرنامج انمسح من الكمبيوتر مالتك بنجاح. اقول له اوكي، لاحظوا اختفى من هنا البرنامج. هاي هي عملية إزالة البرنامج، تختار البرنامج اللي تريده ومن ورا ما تختاره تجي هنا تقول له ان انستول وتمسح البرنامج. طيب أيضا ممكن من الكنترول بانل تجي شو تسوي، مثلا في بعض الأحيان تجي على اللانجوجز، نعم على اللغات، هنا اكو شيء اسمه language region and language، نضغط عليه نجي هنا format Arabic او full format، نجي وين الكيبورد and language نضغط عليه. اوكي now to change your keyboard or input language click change keyboard، نجي change keyboard. الاحظ هنا من اضغط على change keyboard راح اعيد العملية، اخاف واحد من متبع وياي من البداية. start control panel، شوفوا ممكن رأسا هنا شوفوا change display language، هاي اضغط عليها من هنا ايش اختار change keyboard. اخوان هنا ممكن تجيكم فقط اللغة الإنجليزية، فقط إنجليش، لذلك من تريد تكتب ما يتحول عندك من العربي للإنجليزي أو من الإنجليزي للعربي. أوكي يعني شلون؟ يعني هنا هاي طلع لك إي إن، هاي أسفل اليمين بصف الوقت باعولها إي إن، من أضغط عليها كليك شوفوا إي إن وأي آر إنجليش وعربيك. إذا بس إنجليش يعني هنا فقط لغة انجليزية، او اذا ما طلع عندك معناها بس لغة انجليزية، فشون اضيف لغة ثانية؟ هسا انا عندي انجليزي وعندي عربي، شون اضيف لغة ثالثة؟ مثلا اقول له add، اوكي واروح اختار مثلا اريد اختار اللغة الروسية على سبيل المثال، روسي روسيان، اوكي اختار الروسي واقول له اوكي. صار عندي هنا، صار عندي اللغة الروسية، شوفوا هنا أنا بعد هاللغتين. ليش؟ لان هنا ما قلت له اوكي، اذا اقول له اوكي راح تنضاف اللغة الروسية، ماشي بس اقول له اوكي
انضافت اللغة الروسية. اذا اضيف اللغة الروسية هسه اجي هنا بالستارت شوفوا من اكتب هنا شوفوا يا لغة دا يكتب لي حاليا باللغة الروسية شوفوها اوكي. طيب شلون هسه اريد الغيها انا هاي اللغة الروسية ما اريدها، اريد لغتين فقط فيسبوك بالروسية. اجي هنا أنا هاي اللغة الروسية اختارها واقول له ريموف، بقى عندي الانجليزي والعربي بس اقول له اوكي. شوفوا هنا صار عندي انجليزي وعربي، هاي بالنسبة للغات ماشي. هاي حتى تضيف لغة للكيبورد، ممكن واحد يسافر روسيا يريد يكمل دراسة يريد يضيف كيبورد روسي من هاي يضيف. طيب نيجي هسه يعني تقريبا هذه اغلب الاشياء اللي ممكن تجي. عندي هاي الخلفية مال الشاشة شلون اقدر اغيرها؟ اوقف بمكان فارغ على خلفية الشاشة، اضغط نقرة يمين او رايت كليك اوكي. قلنا فيو هو شنو؟ فيو هو الايقونات اللي عندي، ذن الايقونات شرحناها باول محاضرة، اذا اكبرهن او اصغرهن، لارج ايكون ميديوم ايكون او سمول ايكون، سورت باي اذا اريد ارتبهن بواسطة الاسم او الحجم او غيرها اوكي. عندي في شيء اسمه بيرسوناليز اللي هو اخر اختيار، اختار بيرسوناليز طلعت لي هاي الاختيارات. اخوان بس انتبهوا وياي بالامتحان، اذا قال لك غير الثيم مال الشاشة فاحنا نختار بدنا، اما اذا قال لك غير خلفية الشاشة فتجي هنا. خلفية الشاشة بمعنى الصورة اللي موجودة بالخلفية، يعني هاي الصورة يعني هاي الخلفية مال الصورة اوكي. فهاي الخلفية منا ديسكتوب باك جراوند، اضغط عليها طلع لي مجموعة من الصور ممكن اختار الصورة اللي تعجبني انا، مثلا راح اختار هذه الصورة اوكي. اقول له save changes، اطلع منها لاحظ الصورة تغيرت، ارجع من جديد right click personalize، من هنا قلنا desktop background هذا يغير لي شنو؟ يغير لي خلفية مال الشاشة. في حال قال لك غير الثيم مال الشاشة، أقصد بالثيم أخوان، الثيم هي مجموعة تغييرات دفعة واحدة، يعني تغير الخلفية، تغير الخط مال الكتابات، هذا الخط ذن الخطوط، تغير هذا اللون ده شوفوا هذا اللون الفوق، اللون الجوه مال الستارت قائمة الستارت هذا الجوه على جوزي مطي أو هيك شي. هذن كلهن يتغيرن دفعة واحدة، شلون الثيم مال الموبايل بالضبط؟ اوكي؟ هذا تغيروه منين؟ منا، هذا الثيم، شوفون؟ هاي ثيمات، تختار الثيم اللي يعجبك، لكن مو يقول لك غير لي الخلفية، تجي تغير له منا من الثيم، هذا غلط، إذا قال لك خلفية الشاشة، منا ديسكتوب باك جراوند، واضح إخوان؟ اوكي. ايضا في بعض الاحيان يجي سؤال على الطابعه، يقول لك ضيف لي طابعه او تحكم بطابعه او هيك امور بالويندوز. نروح على قائمه ستارت ونختار كنترول بانل او طريقه اسرع بدل هذا، من ستارت عندي هنا اصلا ديفايس اند برينترز، هو اختيار موجود خاص بالطابعات والاجهزه، اختاره لاحظوا هنا هذه الطابعات كلها اللي موجودة عندي. أريد أضيف طابعة جديدة، إيش أقول له؟
add printer، او اذا عندي جهاز اقول له add device، add printer. شنو هي؟ هل تريدها هي locally يعني مربوطة على الكمبيوتر مالتك، لو مربوطة بلوتوث او وايرلس او على الشبكة؟ لا مثلا local اختارها. اوكي using an existing port لو create a new port، يعني رابطها على مكان معين، هو راح يتحسس المكان ويختار لك المكان المناسب. اوكي next 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 الى اني اوقف الى finish وانتهى الموضوع. هاي هي عملية اضافة طابعة. اوكي هذه تقريبا اغلب الاشياء الاساسية اللي موجودة بالويندوز. طبعا اخوان الويندوز فشي كلش كبير، بس هاي الاشياء البسيطة الاساسية اللي ممكن تجي عليها اسئلة بالامتحان. طيب نجي هسه على خلصنا هسه الجزء الاول من المحاضرة اللي هو خاص بالويندوز، كملنا الاشياء الخاصة بالويندوز. نجي على الجزء الثاني، ونبلش بالجزء الثاني اللي هو خاص ببرنامج الباوربوينت او برنامج العروض التقديمية. برنامج العروض التقديمية اخوان هو احد برامج باقة مايكروسوفت المكتبية. هذه الباقة اوكي اكو اسئلة، خلينا نجي على الاسئلة. استاذ سجاد محسن تفضل. سجاد محسن خلاص ماكو سؤال؟ اوكي إيهاب طه. إيهاب طه سؤال أستاذ عندك؟ أوكي ماكو سؤال. حيدر عبد الرضا نناقش إذا أستاذ حيدر. حيدر عبد الرضا أنت شيء عجبك؟ دي خابر أستاذ حيدر. ست لما عزيز. لما عزيز لما عزيز اكو سؤال؟ اوكي حيدر زهراوي اكو سؤال؟ حيدر زهراوي ست هديل. ست هديل هديل كريم بالنسبة للخلفيات ما جاي تطلع عندي يعني. اوكي هسا انت طبقتي ويانا على سطح المكتب، رايت كليك اختاريتي بيرسوناليز. اي اوكي من هاي النافذة اختاريتي ديسكتوب باك جراوند اللي موجودة بالاسفل على اليسار. ما موجودة عندي هاي نهائيا. ما موجودة؟ اي بس يعني بس صراحة اكو باك جراوند بس جوا لا ما عندي. العفو شو مكتوب؟ ما باك جراوند موجود بالجهة اليسرى من الحاسبة بس جوا لا ما موجودة. يعني شايفة تختلف تماما عن هاي هسه الموجودة قدامي. اها شنو الويندوز مالتج ست؟ 10. اي مو هنا الشغلة، احنا بدنا نشتغل ويندوز 7 مو ويندوز 10. هذا الاختلاف، احنا حتى الامتحان يجيكم على ويندوز 7 وليس ويندوز 10. بس كفكره فهمتيها؟ يعني لازم اغير الويندوز؟ ماكو داعي، انت يعني حاسبتك ما يرد لك شيء، يعني انت شفتيها واضحه عندك، اذا جيت في الامتحان قلنا نسويها. بس هسه ما اعرف هسه وياي انت تتابعين هسه الشاشه؟ اي اوكي عرفتي منين واصل يعني هاي هذا المكان مو هسه اللي هنا اي بس هاني من أوكي. هاي المرحله أوكي. ما بس تطلع عندي نفس الشاشه مو مشكله مو مشكله بس باعي وياي لي جوا عندي هذا ديسكتوب باك جراوند تضغطين عليها بس تختارين الصوره هاي تطلع لي الصور تختارين اي صوره ترديها وتضغطين على اليمين لي جوا سيف تشينجز بعد ما تختارين الصوره تختارين سيف تشينجز خلاص هاي هي. اوكي شوف هسه راح اختار لك صوره مثلا هذه اختاريتها سيف تشينجز اغلق هذه تمام تمام
تغيرت الخلفية. أوكي تمام أوكي أستاذ عبد الكاظم تفضل. شكرا. عفوا أستاذ عبد الكاظم ريسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد عبد الكاظم ريسان. أوكي آسف. أستاذ بالنسبة للمحاضرة الأخيرة هاي تعتبر؟ لا لا باكر المحاضرة الأخيرة إن شاء الله. بالنسبة للامتحان راح يصير مطلوب تشوز لو شو يعني؟ والله اليوم إذا عندي مجال صار أشرح لكم على الامتحان، إذا ما عندي مجال باكر إن شاء الله أشرح لكم على الامتحان، حتى أراويكم نموذج من الامتحان. بس أكيد الامتحان القديم مو الامتحان الجديد. الامتحان القديم يعني شنو الثاني؟ هو نفس الفكرة بس الامتحان الجديد أنت راح تأديه على حاسبتك ببيتك. بالمناسبة يا إخوان إذا تسمعوني كلكم، أكو ورشة عمل راح تصير بخصوص الامتحان الجديد. شلون تنزلون البرنامج وشلون تمتحنون، فيا ريت تبقون متابعين ويا الفيسبوك مال مركز الحاسوب. البارحه بلغوني الشباب راح يسوي لكم ورشه عمل حتى تقدرون تأدون الامتحان بسهوله. شكرا. شكرا لك. شكرا استاذ ابراهيم حلموش. نعم تفضل. حبيت اعرف المحاضره الاولى كانت. المحاضرة الأولى هي على الأساسيات الويندوز، بس يعني العفو أساسيات الكمبيوتر بصورة عامة، أنواع الكمبيوترات، الانبوت الاوتبوت، ذن التفاصيل. بس صار نقاش في الوقت، أخذنا شرحنا بداية شوية عن الويندوز وأجلنا البقية على محاضرة اليوم على اعتبار أصلا هي محاضرة الباوربوينت قصيرة، فخلينا وياها الويندوز. جيد يعني اليوم كافي هذا. ان شاء الله انا هاي المحاضره ايضا راح اقطعها، الجزء الاول راح اقطعه اسميه اساسيات الويندوز، الجزء الثاني والتكمله راح اسميها باوربوينت حتى ما يصير عندكم اشكال. جيد. تدلل هلا بك ست فاطمه رحيم. تفضل عين ست فاطمة وياك. أستاذ بس إذا جزء أحضر مشروع مثل وفرع حاسبة يعني. العفو بس إذا ممكن تعيدي لي السؤال، صوت الشان ما واضح. تبرد دفاع وما بتتحدث مثلا 10 دقائق شلون أوقف الحاسبة؟ مدى أسمعك أنا بس سمعت، يمكن أنت بخصوص الطباعة، بس بيا برنامج الطباعة. صوتك كلش يقطع ست، فصراحة مدى أسمعك. تريدين تطبعيني بأي برنامج؟ بالوورد؟ لا يعني هو أي طابع، مثل أطبع كانون أي شيء أطبع. برنت. أوكي مو أنت البرنت. اوكي شلون اوقف الحاسبه يعني اذا طلعت مثل المجموعه اقل؟ ها فهمتش يعني انطيتي اعاز طباعه وتردين توقفين اعاز الطباعه. اوكي عاده اعاز طباعه يطلع لك هنا، لا تطلع لك شكل الطابعه هذا المكان، يعني اما ويا ذني اما من ضغطين على السهم يطلع لك هنا الطابعه، فضغطين على الطابعه او شكل الطابعه راح يطلع لي فد صندوق حوار. هذا صندوق الحوار والله خل اجرب اني انطي عصا طباعة بكي يطلع لي. اوكي برنت. اوكي هذا الكانون. اوكي انطيت برنت اخذ لي عاز. تلاحظين اسفل اليمين شلون طلعت لي هذه الصورة وياي ست فاطمة؟ تلاحظين هنا ما ادري اذا بعدش موجودة فاطمة رحيم وياي ست. اسفل اليمين هذه طابعة، تشوف الصورة مال الطابعة، اضغط عليها دبل كليك
طلعت لي هذا. هنا هاي الإعازات اللي أنا منطيها، أنا منطي إعاز واحد، أوقف على الإعاز كليك واحد، بعدين رايت كليك أقول له كنسل، يقول لي متأكد، أقول له يس، ينمسح الإعاز من هنا وأرجع من جديد أنطي الإعاز اللي يعجبني. أوكي. عندنا سؤال ثاني، رغد حبيب عبيد، تفضل استرغد. سترغد ما ادري اذا عندي السؤال. اوكي ست نجلاء كاظم، نجلاء كاظم راشد تفضلي ست. العفو استاذ، المشكله مالت المؤشر بقت يعني لا زالت موجوده، ما نشوف المؤشر. اوكي يعني انا دا انطيكم انا دا انطيكم الاسم اللي واقف عليه ومكانه حتى تعرفوا، يعني حتى ذا المؤشر ما موجود. إيه. بس بالتسجيل، أي بالتسجيل يعني لا هو ما له حل صراحة. هو لأن البرنامج هيك ما له حل، بس بالتسجيل ده يطلع أوكي ما بي مشكلة. إن شاء الله. يعني من ترحين على اليوتيوب وشوفين المحاضرة تلقين المؤشر موجود. شكرا لك. صح شفت أنا هم. أوكي. شكرا لك. استاذ مسلم تفضل، مسلم عبد الحسين. العفو استاذ، اكو هناك اختصارات مثل الكيبورد يعني مثلا طباعه كسره وحرف سي كم طباعه؟ نعم. اذا جاوب بالامتحان يعني صحيح الاجابه ولا خطا؟ لا ما انصح باجابتهن. ليش؟ لانه الامتحان مبرمج على اماكن معينه انت تضغط عليها كليك، ما مبرمج انه يعني تشتغل على الاختصارات مال الكيبورد. اوكي. واكو ملاحظه كلش مهمه، المفتاح اللي موجود بالكيبورد اسمه كنترول مو كترال. انا اعرف انت يجوز سامعها من يعني اساتذه مال الحاسبات، بس هو اسمه اسمه كنترول مو كترال. اوكي شكرا لك. حبيبي هلا بك استاذ. ست هديل تفضلي. استاذ بس بدون زحمه، بالنسبه للحاسب اللي موفر هذا الامتحان هي شنو يعني ويندوز مالت يعني الحاسب اللي توفروها حسب اللي افتهمته انه لازم ويندوز 10 بها ويفضل 64. بس كل هاي التفاصيل راح نعطيكم اياها بالورشه، ورشه العمل اللي راح تصير، راح يسوون مركز الحاسوب. قلت لكم اختلاف بين الويندوز 7 هسه انت تشرح لي. لا 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 انا ما احكي، انا ما احكي على الامتحان. ترى الامتحان من تطبقين على ويندوز او تطبقين على وورد، بالحقيقه انت ما تطبقين على نظام، انت قاعد تطبقين على صور وخليها بداخل الامتحان. فالصور بالامتحان ما لها دخل انت شنو الويندوز مالتك، ما لها دخل. بس كنظام من يشتغل اتوقع يحتاجون ويندوز 10. بس لا تاخذين على حكي، ورشه العمل هي راح يعني تبين لكم كل شيء، لان هذا الحكي بالبدايه يجوز هسه تغير صراحه ما اعرف. فالولد شباب مركز الحاسوب راح يشرح لكم كل التفاصيل اللي تحتاجوها. تمام. اوكي شكرا لك. ست صفاء جبار. اوكي ما عندنا اي سؤال.